تشاهدون الآن السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ محمد حسان. هذه الدروس عن الحبيب وصحبه نور لمن ضل الطريق فيهتدي فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا أسوة به نقتدي. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا هو مجلسنا السابع في شرحنا لأصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل طيب الله ثراه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال في الدين والخصومات في الدين. أصول السنة عندنا التمسك، هذا هو الأصل الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات. هذا هو الأصل الرابع. تعالوا بنا لنكمل الحديث في الأصل الثالث الذي بدأنا الحديث فيه في اللقاء الماضي، ألا وهو قول الإمام: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. وقلت هجر المبتدع والرد على المخالف له ضوابط عند علماء أهل السنة. أول ضابط من هذه الضوابط التي تحدثت فيها مع حضراتكم في الأسبوع الماضي: سلامة القصد وحسن النية. سلامة القصد وحسن النية، ولا أريد أن أكرر ما ذكرت في اللقاء الماضي. الضابط الثاني: مراعاة أحوال الهاجرين والمهجورين قوة وضعفا وقلة وكثرة. مراعاة أحوال الهاجرين والمهجورين قوة وضعفا وقلة وكثرة، لأن الهدف هو
تحقيق الضوابط الشرعية للهجر، وليس الهجر في حد ذاته. ثالثا، معرفة نوع البدعة، هل هي بدعة مكفرة أم مفسقة أم يعذر فيها صاحبها وإن سميت ضلالة. فلا شك أن كل بدعة سواء كانت مكفرة أو مفسقة أو حتى يعذر فيها صاحبها، كل بدعة ضلالة، لكننا لا يمكن على الإطلاق أن نسوي بين البدع المكفرة والبدع المفسقة والبدع التي يعذر فيها أصحابها، كما بينت في اللقاء الماضي في كلام النفيس لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الضابط الخامس، العلم والعدل والرحمة. فأئمة وعلماء أهل السنة لا يهجرون ولا يتكلمون في المخالف ولا يعاملونه إلا بعلم وعدل ورحمة. الضابط السادس، وأرجو أن تنتبهوا له جيدا وهو في غاية الأهمية، التفريق بين الرد على أهل البدع وأهل السنة. لابد أن نفرق في الرد على أهل البدع وفي الرد على أهل السنة. من لم يقف على هذا الفارق ويخلط في الرد بين أهل البدع وبين أهل السنة يقع في غلط كبير، سوف يتبين ولنا الآن من خلال نقولات سلفنا وأهل العلم جزاهم الله عنا خيرا. فأهل السنة لا ينبغي على الإطلاق أن نضعهم في كفة واحدة مع أهل البدع والأهواء، بل الرد على أهل البدع له ضوابط، وهجر أهل البدع له ضوابط، وكذلك الرد على أهل السنة له ضوابط وله أحكام. تدبروا هذا الكلام النفيس لإمام أهل السنة، للإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ يقول: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد. خلي بالك بقى الفرق بين، خلاص احنا بينا الكلام في الرد على أهل البدع في اللقاء الماضي تكلمنا فيه، خلينا نذكر بكلام تاني لأربط به، لكلام تاني للشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على أهل البدع، ونربط بين هذا وبين الرد على علماء أهل السنة. شيخ الإسلام بيقول رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد رقم 28، بيقول: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. هذا الكلام أصلناه حتى لا يتوهم أحد أننا لا نقول بالرد على أهل البدع، حاشا لله، بل هذا من من الواجبات، من الواجبات الكفائية، وهذا من رحمة الله بأمة سيد البرية. لو قام بهذا الواجب بعض أهل الفضل وبعض أهل العلم سقط الإثم عن الباقين، وإلا لأثمت الأمة كلها إن لم يبين علماؤها أو نفر من علمائها بدع وضلال أهل البدع والضلال والأهواء. فشيخ الإسلام يقول: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. يعني لو قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولولا من يقيم الله ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء، أي هؤلاء المبتدعين الضالين من أهل الأهواء، لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا، يقصد الأعداء من أهل الحرب،
فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. وأما أولئك يقصد أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء، يبقى لا خلاف بل هناك اتفاق بين علماء أهل السنة على وجوب الرد على أهل البدع والأهواء والضلال كواجب كفائي، بمعنى لو قام به بعض أهل العلم سقط الإثم عن الباقين. أما الرد على أهل السنة، خلي بالكم يا شباب أن هذا يعني موطن زلت ولا زالت تزل فيه أقدام، وضلت ولا زالت تضل فيه أفهام، وسقط فيه من سقط. أسأل الله أن يرزقنا العلم والفهم والعدل والرحمة والحكمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الرد على أهل السنة وعلماء أهل السنة وطلبة العلم من أهل السنة له ضوابط أيضا وله أحكام. تدبروا معي قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهذا كلامه في أهل السنة، يقول: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك بأمر لا يحتمل غير جرحه. ها معايا ولا إيه؟ عاوزك تركز، لأن ده كلام راقي وكلام عالي، ونقولات أئمة السلف غاية في الجمال والجلال والكمال. يقول الإمام رحمه الله تعالى: كل رجل، أي من أهل السنة، ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك بأمر لا يحتمل غير جرحه، يعني لا يحتمل إلا أن يجرح هذا الرجل أو هذا العالم أو هذا الشيخ أو الإمام. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، هذا الكلام للإمام أحمد في تهذيب التهذيب، في تهذيب التهذيب المجلد السابع. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إذا غلبت، خل بالكم من الضوابط ضل أنها ضيعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لا تذكر المساوئ. كلام عبد الله بن المبارك: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لا تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن. وإذا غلبت المساوئ على المحاسن ما فيش داعي بقى لذكر المحاسن، حتى لا تزين هذه المساوئ في أعين وقلوب الخلق. هذا كلام في غاية النفاسة. إذا غلبت يعني هذا ضابط، متى أذكر المحاسن ومتى لا أذكرها، ومتى أذكر المساوئ ومتى لا أذكرها، هذا ضابط دقيق جدا. إذا غلبت المحاسن على المساوئ لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن. قال ابن عبد البر في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله مجلد الثاني، يقول: يا سلام، كلام في غاية الروعة والجمال والله. من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر. كلام واضح؟ أقوله تاني، مش واضح ولا حاجة عند الكثيرين يعني. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته، هذا كلام واضح. من صحت عدالته
وثبتت في العلم أمانته، وبانت ثقته وبالعلم عنايته، وبانت ثقته وبالعلم عنايته، لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي هذا الجارح أو المجرح أو القادح، إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات، على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة. يعني هذا الجرح وهذا القدح لا يقبل منه إلا عن طريق الشهادة، وهذه الشهادة تتطلب من الشاهد أن يكون صادقا وأن يكون مشاهدا معينا، كما قال صلى الله عليه وسلم على مثلها: فاشهد، أن تكون شهادته واضحة لا غموض فيها ولا لبس. يبقى لا يقبل فيه قول أو جرح أو قدح أحد إلا من خلال أو عن طريق الشهادات التي يتطلب فيها من المشاهدة والمعاينة ما يثبت به القادح صحة قدحه وصحة جرحه، وما يثبت به القادح أيضا براءته. خلي بالك من براءته من إيه؟ قال: من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله. يعني إذا بانت عدالة رجل من أهل العلم، وإذا بانت أمانته في النقل، وإذا بانت ثقته وذكاؤه وحرصه وسلامة قصده وجهاده في الدعوة وإلى التوحيد وإلى السنة، هذا لا يقبل فيه قول قادح إلا من خلال ومن باب الشهادات التي يجب فيها على الشاهد أن يكون شاهدا بالحق معاينا لما يشهد به أو لما يشهد عليه. ويجب أن يكون هذا الشاهد أيضا في هذا الباب مبرأ من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله. لا يقبل كلام رجل من باب العداوة ولا من باب المنافسة ولا من باب الغل ولا من باب الحسد، فهذه شهادة مقدوح فيها أصلا لا ينبغي أن تقبل، فيجب أن نتفطن لهذا. فهذا قيد في غاية الدقة حتى لا يهرف كل أحد بما لا يعرف في حق سادتنا وشيوخنا وعلمائنا ودعاتنا. أسأل الله أن يحفظ علماء أهل السنة جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد رقم 20، والحان بنصح طلابنا وشبابنا أن يقرأوا المجلد رقم 20 في باب الترجيح بين الحسنات والسيئات، لأن هذا في غاية النفاسة، من أنفس وأدق وأروع ما كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لا سيما في زماننا هذا وفي عصرنا وفي وقتنا هذا، وقت الفتن، لأن كثيرا من شبابنا قد يتجرأ على الكلام في مسألة والله يخشى الفحول من العلماء أن يتكلموا فيها، ويخشى ولا يجرؤ واحد منهم بمفرده أن يتحدث فيها إلا إذا استشار إخوانه من أهل العلم والفضل. بل ولا أبالغ إن قلت ربما يتجرأ طالب علم صغير على الحديث في بعض النوازل التي لو عرض مثلها على عمر بن الخطاب لما تكلم فيها بمفرده وهو المؤيد بتأييد الله له، وإنما جمع لها الصحابة من أهل بدر رضوان الله عليهم جميعا. فأنا أطالب شبابنا وطلبة العلم أن يراجعوا المجلد رقم 20 من أول، ابدأ من الأول، طبعا من أول صفحة يعني 40 أو 48 إلى يعني كم صفحة كده، في ترجيح رائع جدا وكلام في غاية النفاسة بين الحسنات والسيئات، والترجيح بين الحسنات والسيئات وبين المصالح والمفاسد، وإذا اجتمعت المصلحة مع المفسدة إلى غير ذلك، لأن هذا باب لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا أهل العلم وأهل الفضل وأهل الاجتهاد وأهل الفهم الدقيق للأدلة ومراتب الأدلة ومعرفتهم الدقيقة لمناطات الأدلة. لا ينبغي لأي طالب علم أن يتحدث في مثل هذه الأبواب وفي مثل هذه القضايا إلا بعلم وفهم دقيق
ووعي عميق لهذه الأصول التي يبينها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله في شيء من سنته. ها معايا ولا إيه؟ وليعلم، لازم تعلم الكلام ده ولا بد أن تعرفه، أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، قبولا عاما يعني في الجملة، يعني في غالب أهل الملة، ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل. هل يجرؤ مخلوق أن يتهم عالم من علماء أهل السنة أنه يتعمد مخالفة صاحب السنة؟ في حد يجرؤ؟ أبدا، والله ما يجرؤ، إلا وهو مريض القلب مريض العقل. لا يجرؤ سليم القلب سليم العقل أن يتهم عالما من علماء أهل السنة بأن هذا العالم يتعمد، أعوذ بالله، يتعمد، ده مصيبة، يتعمد. المسلم العادي لا يجرؤ، المسلم العادي لا يجرؤ مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، ولا لا؟ لا، يزل لضعفه، يزل لضعفه. المسلم العادي المحب، المحب لا يجرؤ أن يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بإمام من أئمة أهل السنة؟ كيف بعالم من علماء أهل السنة؟ فيقول رحمه الله تعالى: ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر. شوف كلام العلماء المنصفين، شوف كلام أهل العدل. طب أنت رأيت، أنا بقول لك الآن، لا يمكن أن ترى إماما من أئمة السنة يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا وقفت له على قول أو على فعل يخالف قوله وفعله سنة ثابتة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟ الحكم، يقول الشيخ الإسلام، فلا بد له من عذر، لا بد أن يعذر، لازم تلتمس له العذر، فلا بد له من عذر في تركه، أي في ترك هذا الحديث أو في ترك هذه السنة. اسمع بيقول إيه، كلام نفس أو تسمعه الأول مرة. يقول: وجميع الأعذار ثلاثة، ما لهمش رابع، أعذار أهل العلم ثلاثة، وجميع الأعذار ثلاثة، ثلاثة أصناف، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف. أحدها عدم اعتقاده، أي عدم اعتقاد هذا العالم من أهل السنة. خلي بالك، احنا خلاص طرقنا الكلام عن أهل البدع، نتكلم الآن عن الرد على أهل السنة والمخالفين من أهل السنة، عشان نعرف قد احنا فرطنا في الأصول وفي الآداب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، مش كده ولا إيه؟ عدم اعتقاده أن النبي قال هذا الحديث، يبقى هذا العالم الذي خالف حديثا صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالفه عمدا وإنما يخالفه عن عذر. أحد هذه الأعذار هو أنه لا يعتقد أن النبي قد قال هذا، واضح؟ العذر الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك، عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك، أي بذلك النص النبوي، يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بهذا الحديث أن يجلي المسألة التي خالف فيها هذا العالم حديث رسول الله الصحيح الثابت، واضح؟ العذر الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، يبقى لابد له من عذر. هذا كلام أهل العدل، كلام أهل الإنصاف. إنما فلان الفلاني عالم من علماء السنة
ده هذا الرجل يقال كده، هذا الرجل بيرد السنة. يا راجل أعوذ بالله، والله يا شيخ بيرد السنة ليه؟ بيرد الحديث الفلاني. لا يا ابني مش كده، هو لا يعتقد صحة الحديث، لا يعتقد ثبوت الحديث، أو لا يعتقد أن النبي أراد بهذا الحديث مسألته التي خالف فيها، أو يعتقد أن هذا الحكم الذي ثبت به الدليل الصحيح قد نسخ. لكن لا يمكن على الإطلاق أن يتعمد إمام من أئمة أهل السنة مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قصد، مستحيل. يبقى لابد له من عذر، قد يكون متأولا، قد يكون متأولا، قد لا يصله الدليل. ألا يعني أنت بقى أبو العريف ممكن يوصلك أنت الدليل والإمام الفلاني ما يوصلوش الدليل؟ أيوة يا سيدي، مش مشكلة، مش مشكلة، قد يصل الدليل لطالب عند شيخه ولا يصل هذا الدليل لشيخه، ما فيش حرج. عندك دليل على الكلام؟ طبعا. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن كل إمام من الأئمة قد بلغه كل حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا. ركزوا معايا يا إخوانا، مطلوب تأصيل هذه المعاني الآن، وجاءت بقدر الله في شرحنا لأصول السنة. يقول: من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. قال له سبحان الله، كلنا يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وهم الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم جميعا كل حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة، حتى الصحابة. أذكر لكم دليلا وحيدا أو واحدا، دليلا واحدا معذرة، لا صح وحيدا، لأن الأدلة كثيرة في هذا الباب. حين اختلف الصحابة رضي الله عنهم في طاعون الشام، طاعون عمواس، كلكم يعرف القصة، اختلف عمر مع أبي عبيدة، ومن هو عمر ومن هو أبو عبيدة؟ يا إلهي، لم يسمع عمر حديثا في هذا من رسول الله؟ لا لم يسمع. لم يبلغ أبا عبيدة في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم لم يبلغ. بل جمع من الصحابة لم يبلغهم في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اختلفوا رضوان الله تعالى عليه، وكلكم يعرف الخلاف. قال أبو عبيدة لعمر حين أراد عمر رضي الله عنه أن يرجع بالصحابة، قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فقال: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، نفر من قدر الله إلى قدر الله؟ نفر من قدر الله أي في البلاء إلى قدر الله في العافية؟ فكلاهما قدر الله سبحانه وتعالى. واختلف الصحابة إلى فريق مع أبي عبيدة يرى ألا يفر الصحابة من الطاعون وأن يدخلوا وما قدر الله جل وعلا سيكون، وفريق آخر مع عمر رضي الله عنهم جميعا قرر العودة، وأبى هذا الفريق أن يدخل إلى الطاعون، إلى بلاد الشام التي ابتليت بالطاعون، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين، فقال: سمعت رسول الله. يا الله، كأن عبد الرحمن هو الذي سمع، وعمر لم يسمع، وأبو عبيدة لم يسمع، ومشيخة الصحابة مع عمر لم يسمعوا، ومشيخة الصحابة مع أبي عبيدة لم يسمعوا، ما سمعوش. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحسم الدليل الخلافة، فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجع، أن وافق اجتهاده قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا الأمر ومن هذا الحديث أن هذا الدليل في هذه المسألة الكبيرة لم يبلغ جمعا كبيرا جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد يتأول العالم الحديث
أو الدليل، بل وقد لا يصل الدليل إلى العالم فيفتي في المسألة بغير هذا الدليل أو بغير فهم هذا الدليل أو تحقيقه فيقع الخلاف. فلنبغي أن نبدع هذا أو أن نفسقه أو أن نقدح فيه أو أن نؤثمه، خلي بالك من الأخيرة، أو أن نؤثمه أي أن نحكم عليه بالإثم، لا، بل هو معذور، لا والله، بل هو معذور ومأجور، بل هو معذور ومأجور، كما سأؤكد لكم الآن وقد ذكرت لكم كلاما في اللقاء الماضي لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سأذكر الليلة شيئا منه أيضا في هذا الباب حتى لا نتعجل بالتفسيق وبالتبديع وبالتأثيم وبالقدح في أئمة وعلماء أهل السنة، أسأل الله أن يكثر فيهم، أن يكثر منهم في الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبر معي، يقول شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى مجلد رقم 11 بقى، بيقول يا سلام كلام، الله أكبر، رحم الله ابن تيمية، رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة، العدل والإنصاف والعلم والفهم. بعدين يخرج، والله العظيم، والله يخرج علينا من يقدح ويسب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ووالله لم يقرأ مجلدا واحدا، والله لم يقرأ مجلدا واحدا من مئات المجلدات التي خطها يمين هذا الرجل المبارك، مجلد واحد بس من أي مرجع من مراجعه. يخرج علينا من يقدح ومن يطعن ومن يسب في هذا الإمام. اسمع بيقول إيه، قل ومن له في الأمة لسان صدق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة. شايفك الكلام، من كان من له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه، تسمع جل الناس يثنون عليه وأغلب الخلق يثنون عليه، بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، يعني من الشيوخ، من الرجال، من النساء، من الشباب، من الصبيان، من الأطفال، من جميع أجناس الأمة في الغالب، في الغالب، كلمة، خلي بالك من كلمة في الغالب، لأنه قد يتوهم البعض أنه مطلوب في هؤلاء الأئمة أن تثني الأمة كلها عليهم، هذا محال، هذا محال، هذا ليس للكبير المتعال، هذا ليس للكبير المتعال، يعني لا تتصور أن الخلق، كل الخلق أثنوا على خالقهم وحمدوا خالقهم جل جلاله، بل أغلب الخلق كفروا بخالقهم، كفروا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني ما أكثر الآيات، ما أكثر الآيات. وكذلك إذا كان كل الخلق لم يحمدوا خالقهم جل جلاله ولم يرضوا بخالقهم جل جلاله، فلا تتوهم أن يرضى كل الخلق عن سيد الخلق محمد، فلم يرضى كل الخلق عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك من اتهموا بالسحر والكذب والكهانة والجنون، واتهموا في عرضه وفي عرض بيته وفي شرف بيته وفي صيانة حرمته، وهو القائم على صيانة الحرمات كلها في أمته. فلا تتوهم أن الأمة كلها وأن الخلق جميعا يثنون على خالقهم ويحمدون خالقهم، فضلا عن كذلك لا يمكن من باب أولى أن يثني الخلق، كل الخلق، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو على أي أخ من إخوانه من النبيين والمرسلين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اسمع الكلام الغالي اللي يكتب ما فيش والله، لا حتى العيون، ماء العيون الخاشعة الدامعة يعني جفت،
جفت. نسأل الله أن يرزقنا البكاء من خشيته ورقة القلب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بيقول ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة. اسمع اسمع، بيقول فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. يا رب اجعلنا منهم يا رب. فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم. والكمال لله، والعصمة دفنت مع رسول الله. ولا تنتظر ألا يزل عالم من أهل السنة وألا يخطئ عالم من أهل السنة. أرجو أن تؤصل هذه الأصول في القلوب والعقول لأولادنا وشبابنا، لسيما في هذه المرحلة التي نعيشها، في مرحلة الفتن التي نحياها الآن. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. يقول وغلطهم، أي غلطوا علماء أهل السنة، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته، يعني عامة هذا الغلط، اسمع، من موارد الاجتهاد، مسائل من مسائل الاجتهاد، ليست من مسائل الأصول، ليست من أصول الاعتقاد، بل هي من موارد الاجتهاد. وعامته، أي عامة غلطهم، من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. أقول الكلام ده كمان مرتين ثلاثة ولا مئة مرة. ها بيقول إيه رحمه الله، الكلام ده في المجلد رقم 11 صفحة 43 مجموع الفتاوى، لتاخده كده وتحفظه وتبروزه كده في قلبك، مش على الجدار، لا في قلبك. بيقول ومن له في الأمة لسان صدق عام. ما خلي بالك ده انت ما تعرفش تعمله بمالك. لسان الصدق العام ده لإمام من الأئمة وعالم من العلماء لا يستطيع العالم أن يفعله لنفسه. لا ينبغي أن يتوهم أحد أن عالما من العلماء يستطيع أن يقذف محبته في قلوب الخلق بنفسه، ما يقدرش. ده ربنا قال للنبي ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا لسان الصدق العام لا يمكن على الإطلاق أن يلقيه ربنا لعالم من علمائنا إلا لصدق هذا العالم مع ربه سبحانه وتعالى. لو خدع العالم كل الخلق لا يستطيع أن يخدع الخالق، لا يستطيع أن يخدع الخالق جل جلاله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، والآية الأخرى يخادعون الله وهو خادعهم. وهذه آيات في أهل النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، إنه النفاق الاعتقاد ونفاق العمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته، أي وعامة غلطهم، من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. الله، كلام نفيس جميل. قال الإمام الذهبي في كتابه الماتع سير إعلام النبلاء مجلد رقم 5 بيقول إيه، أنا ما أذكرش الصفحات لأنه قد تختلف الطبعات، يعني يقول ثم إن الكبير من أئمة العلم، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، كثر مش اكتمل، إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله.
ده كلام الإمام الذهبي. قال الإمام الذهبي في السير: ثم إن الكبير من أئمة العلم. خلي بالك من السنة، يعني يجوز لي من السنة ألا أسمح لأحد أن يتكلم، يجوز من السنة إذا قام الأخ الكريم أو محمود أقول له اجلس حتى أنتهي من الدرس، هذا أيضا من السنة، عشان لما أعمله واحد يقول لك الشيخ كده متناقض لعدم علمنا بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل قال: يا رسول الله يمت الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجب الأعرابي عن سؤاله حتى إذا قضى حديثه، قال النبي: أين السائل عن الساعة آنفا؟ واضح يا إخوانا؟ طيب، ربنا يعلمنا يا رب. يقول الذهبي رحمه الله، الإمام الذهبي في السير مجلد رقم 5: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. ما خدتوش بالكم من الكلمتين الأخارة دول؟ كلام جميل أوي. معايا ولا يا إخوانا؟ ولا سرحتم؟ طيب، اللهم أنزل علينا السكينة يا رب. العلم له سكينة، إن رفعت خلاص لا تتعلم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. وقال الإمام ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين: ومن له علم بالشرع والواقع، ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتتبع وأن يتبع، يتتبع يعني يفضح أو يشنع عليه، ويتبع ليقتدى به في زلته وهفوته وخطئه، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. تدبروا هذا الكلام النفيس مرة ثانية. يقول: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. وقال شيخنا ابن القيم أيضا في مفتاح دار السعادة: من قواعد الشرع والحكمة، من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. ده كلام شيخنا ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة. أقول تاني: من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. وقال الحافظ ابن رجب، وأختم به لأكمل حديثه في الأسبوع القادم إن شاء الله، قال الحافظ ابن رجب في كلام بديع جدا، يقول:
إن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم، فكان ماذا؟ إن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم، فكان ماذا؟ يعني كان ماذا بعد وقوع في هذه الأخطاء الكثيرة؟ قال: فلقد انغمر ذاك، أي ذاك الخطأ والغلط، فلقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين، والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا، لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيانه. فتتبع الزلات والعثرات والعورات من المهلكات والمفسدات الدالة على مرض القلب وسوء وفساد النيات وخبث الطويات. وأكد وأدلل على هذه الكلمات الأخيرة التي قلتها، ألا وهي: تتبع الزلات والعثرات والعورات سبب من أسباب إفساد الخلق، سبب من أسباب إفساد الخلق، وهذا دال بصورة واضحة على مرض القلب وفساد النية وخبث الطوية. أدلل على هذه المعاني بكلمات جميلة لأئمتنا وسادتنا من علماء السلف في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الدروس